بسم الله، اهلا بكم يا شباب. النهاردة ان شاء الله هبدأ اديلكم فكرة عن معرض السيارات الكهربية اللي هيكون في الرياض. المعرض ده اسمه AV اوتو شو، تمام؟ ادي اللوجو بتاعهم AV اوتو شو. المعرض ده مهم جدا يا اخوانا، لازم يعني كل الناس المهتمة بالسيارات الكهربية تروح المعرض. لو احنا فتحنا الموقع بتاعهم AV اوتو شو، تمام، هنبدأ نشوف هنا هوم، الصفحة الرئيسية بتاعتهم، وبعد كده اباوت المعرض والاكسبيشنز، الناس اللي بتعرض، والفيزيتورز الزوار، والكونفرنس المؤتمرات اللي هتتم، والمحاضرات، والسبونسرز البارتنرز والميديا، تمام. احنا هنبدأ ندخل مثلا نعرف حاجات عن المعرض بتاع AV اوتو شو. فهندخل على اباوت، هنا بيقول لي about the event، ده كلام عن الحدث نفسه او المعرض. طبعا ده النسخة الثانية من معرض السيارات الكهربية في المملكة العربية السعودية، ده يعتبر هو الحدث الرائد في مجال السيارات الكهربية وتكنولوجيا السيارات في المملكة. بعدين بيتكلم على بايونيرينج الكتريك موبيليتي، بايونيرنج الكتريك موبيليتي، او ان انا المعرض ده رائد في مجال التنقل الكهربي، ومعرض الاي في اوتو شو، تمام، ده يعد معرض السيارات الكهربيه في اوائل المعارض اللي بتتعمل في بتوضح ثوره السيارات الكهربيه في السعوديه، ويعتبر هو الحدث الرائع في المنطقة والمتخصص في النقل أو التنقل الكهربائي والتكنولوجيا، وبالتالي هم بيقودوا We are driving innovation، بيقودوا الابتكار وبيعزز الشراكات في مستقبل التنقل الدائم Future of sustainable transportation، تمام. What sets you us apart؟ ايه اللي هيميز المعرض ده يا اخوانا، معرض الاي في اوتو شو ده، هيبقى فيه رقم واحد معارض متنوعة، تمام، بتكتشف من خلالها مجموعة من العارضين للسيارات الكهربية وخبراء حلول الشحن والتنقل الاخضر في مجال الصناعة الخاصة بالسيارات الكهربية، expert insights، وهتشوف رؤى والخبراء، هتلاقي في تفاعل مع قادة الفكر وخبراء الصناعة والمبتكرين من خلال الندوات التفاعلية والحلقات الخاصة بالنقاش وجلسات التواصل او السيمينارز والبانل ديسكشنز والنتوركينج سيشنز، وهيتكلم عن المستقبل المستدام سستينابل فيوتشر، تمام. احنا هنا بنتكلم عن مستقبل التنقل الصديق للبيئه والمستدام في المعرض، تمام. كوميونيتي هاب، ده عباره عن مكان مجمع من مجموعة من عشاق السيارات الكهربية والمهتمين أو المهنيين والمفكرين في مجال السيارات الكهربية والتنقل الأخضر. رؤية المؤتمر أو رؤية المعرض، رؤية بسيطة، Our vision is simple yet profound، هي فكرة أو رؤية بسيطة وعميقة، الهدف منها تسريع الاعتماد على حلول التنقل المستدام والصديق للبيئة في المملكة العربية السعودية، طبعا في مجال السيارات الكهربية، لأن السيارات الكهربية هي المستقبل. وبالتالي هو بدأ يقول لك بعد كده ليه انت تحضر، تمام، ليه احضر المؤتمر ده، اولا عشان ادسكفر الانوفيشن، اكتشف الابتكار واشاهد او اشوف احدث التطورات والانجازات في مجال التنقل الكهربي، تمام،
وده هيبقى مؤثر علينا كلنا، هيعمل لي شبكة تعارف، تمام، نتورك اند كولابوريتورز او كولابوريشنز، شبكة تعارف وتعاون مع الناس المصنعين والعارضين للسيارات الكهربية ومحطات الشحن. وليرن اند جرو، هيبقى في عملية تعلم ونمو في مجال التنقل الكهربائي من خلال الجلسات الإعلامية والتجارب العملية من الشركات. طبعا ده بيديني سبورت السستينابيليتي، بيدعم الاستدامة، بيدعم الاستدامة من خلال الحضور، تمام. فانت بالتالي بتبقى دور في دعم بدائل النقل الصديقة للبيئة. طبعا هنا بيقول لك والله انضم للريفوليوشن، جوين ذا ريفوليوشن، انضم لثورة التنقل الكهربائي، لان ثورة السيارات الكهربية اللي حصلانا حاليا بالفعل، تمام، محتاجة ان الناس لازم تبدأ تعرف عليها وتعرفها من خلال معرض السيارات، تمام. معرض السيارات ده يعتبر تذكير ليك عشان تبقى جزء من هذه الثورة والقوة الدافعة للمستقبل والاستدامة والتنقل الكهربي النظيف. وبالتالي احنا خدنا فكرة في الفيديو ده عن المؤتمر او المعرض اللي هو اي في اوتو شو اللي هيكون في الرياض ان شاء الله قريبا، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير خاصة بإي في اوتو شو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.